الاخبار دول ياسمين؟ مشاهدينا اينما كنتم مرحبا بكم معنا حلقه جديده من برنامج كيف الحال. حلقه الجمعه عودناكم ان في حلقات يوم الجمعه تستقبلوا ناس من اختصاصات مختلفه باش نعرفوكم بميادين هكذا اللي متواجده، ميادين سواء في مجالات العلاج، مجالات المعرفه، هادشي كله يعني باش نتعرفوا على اشنو كيدار هكذا عندنا في البلاد ديالنا، وكذلك بعض الحلول بعض المشاكل اللي كتعترض حياتنا اليوم. غادي نستقبلوا السيده ناديه الجازولي. مرحبا بك لاله ناديه، وشكرا على تلبيه الدعوه، جيتي عندنا مدينه الرباط. ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافه. غادي نتكلموا معك اليوم على موضوع لا برانا ثيرابي او العلاج بالبرانا. انت غادي تعرفينا به لانني الا قلت شي حاجه نقولها ماشي هي هذيك. مي قبل، انت اخصائيه في الامراض الجهاز العصبي، يعني طبيبه عندك تخصص ديالك نيورولوج، مي ان ميم تان برانا ثيرابوت، كنسميوها لي برانا ثيرابوت، يعني كتعالجي بهاد بطاقه البرانا. شنو هي لا برانا ثيرابي؟ Alors, Awalan, Shokran, Sidava, merci beaucoup. Alors, le pranathérapie, c'est une thérapie qui est indienne, l'asli dialak yaja l'extrême de 5000 sana. India. Exactement. Diva. Mais elle a été réadaptée, principal kranéchlin, même taraf le grand maître Shwakoksui, l'asli dialosini, où c'était un ingénieur chimiste. هكذاك يعني الناس من بحال انت نورولوج، هاد السيد شيميست، يعني اكيد كاينين ناس واحد اخرين اللي كيمارسوها، دونك تخصصات مختلفة من الاطباء، ما كتمنعش انك تعلم لهاد لا ثيرابي هادي وتمارسها على الناس. دونك سا كونسيست ان كوا؟ شنو هي لا برانا؟ الوغ لا برانا ثيرابي الي بازي سور لانيرجي برانا. الوغ برانا كتعتمد على طاقة البرانا. البرانا بالهندية هي طاقة الحياة، هي طاقة الحياة. اون جابوني كنقولوا لها سي لو كي، et en chinois c'est le chi. Alors la taqa est une taqa kawniya, taqa universelle cosmique qui est partout. Elle est universelle. عندنا حنا يعني في لا كولتور عرب ولا في الثقافه اللي كنعرفوا كونتمبورين ولا شي حاجه، شنو كنسميوها؟ ولا من غير طاقه الحياه، يعني ما عندناش حنا شي حاجه مرادفه في الثقافه ديالنا. جي اوكين نوسيون، مي سي طاقه يونيفرسيل، باش يعني تفتح مجال البحث هذه. ربما عندنا حنا شي حاجه بوتيتر كينا بوتيتر وي 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 مي سيغمون سيغمون وي وي. دونك هاد الطاقه هادي طاقه الحياه، قلتي متواجده في كل مكان، اي يونيفرسيل كينا بارتو. هاد الطاقه هادي اللي كابتي بار ان كور ايتيريك، سي لو كور انرجيتيك اللي داير بينا. D'accord. Alors, كل واحد فينا عندنا ان كور كي فيزيك كي بيولوجيك، هو الجسم ديالنا، فوالا سي لو جسم هذا اللي كيتقاس اللي كيشاف بالعين المجرده، وعندنا ان كور كي انرجيتيك اللي كيحيط بينا. عندنا جسم طاقي يعني كل شيء. دابا الناس اللي كيشاهدونا كل واحد فينا عنده جسم طاقي. كلنا عندنا جسم فيزيكي بيولوجيك، وعندنا ان كور انرجيتيك كيتسمى سوبتيل ولا كيتسمى بلوغا ولا الهاله. لوغا فوالا، الهاله. اكزاكتومون، سي لو كور سوبتيل. وي وي وي، سي لو كور سوبتيل. الوغ هاد الطاقه هادي Elle est captée par le corps énergétique ديالنا. Le corps énergétique, il est lié étroitement avec les organes ديال le corps. D'accord. Alors quand il capte l'énergie vitale, exactement, il la transmet directement les organes biologiques ديالنا. هكذاك يعني كيدون لا في. هذاك الشيء اللي كنقولوا حنا تسري الطاقه في الجسد. Exactly. باش كتعطي الحياه. سي لا في، سي لا في، سي طاقه الحياه. انتريسون هذا الشيء. داكور. وانتم لي برانا ثيرابوت مثلا امتى شتت تدخلوا؟ يعني ملي كنقول شنو تيخص مثلا يضرني ولا هذا باش نمشي عند ان برانا ثيرابوت؟ بحكم الخدمه ديالي، انا بورك جو ميدسا طبيب مختص في الجهاز العصبي، دونك كنشوف المرضى اللي اون جينيرال عندهم مشاكل نورولوجيك. فوالا اكزاكتومون. وي دونك عندها علاقه مع نورمالمون سي توت لي مالادي اي قال الاعراض. وتي كاين ميم دي باسيون اللي كيجيو عندي اللي كي ما عندهم حتى شي اعراض فيزيائيه، مي سي جوست لو ستريس، مشاكل الحياه، تروبل دو سوماي، كاين اللي كيعاني من الخوف، من لانغواس. داكوغ، يعني هادشي كله كتدخل فيه لا برانا ثيرابي باش تعالجو. وي وي، اي ميم سي بحال دابا ميم الا ما كان عندك زعما الحمد لله تي تو كومبورت بيان، لا برانا ثيرابي كتعاونك بور لا بريفونسيون دي مالادي، الوقايه. وقايه من الامراض. يعني شنو؟ واش هي كتقوي جهاز المناعه ديال الجسم تو تافي، دونك كتقوي الجهاز المناعي الطبيعي بصفه عاليه. داكوغ. كتمكن من الوقايه من الامراض، من تسريع العلاج اذا كانت شي مالادي. داكوغ، إذا كان إنسان مريض يقدر يعاون. ألوغ غير باش نكونوا واضحين، حنا دائما ملي كنقترحوا هذا النوع ديال المواضيع للسادة المشاهدين، هذا النوع ديال العلاجات ما تتعالجش الأمراض، يعني كتكون إضافة. بحال دابا واحد الإنسان مريض بمرض معين كيمشي عند الطبيب باش يعالجو، ولكن كيلتجأ للعلاجات من هذا القبيل، علاجات بديلة باش تعيد تساعدو على أنه يتقبل العلاج ياك ويتجاوب مع العلاج. إكزاكتومون. فوالا سوايون كلير. وي. البرانا ثيرابي إني با لا بور رومبلاسي ماجي باش تعوض لنا لا
la médecine. D'accord. Donc, c'est pas pour... un médecin qui va le dire. Donc, la pranothérapie, elle est là pour compléter la médecine. D'accord. D'accord. Elle est basée sur l'auto-guérison du corps, c'est-à-dire le jism diana qui a le sobraso en tariq taqat al hayat. Mais on, oui, mais on a des cas qui t'aident la pranothérapie. C'est pas bon, c'est pas juste pour compléter la médecine, Diana. D'accord. Donc, est-ce qu'on une surveillance médicale, mais on a des cas qui t'aident au collier en tariq la pranothérapie. D'accord. Parce que chaque maladie, dans le protocole diana, elle est, c'est bien codifié. Des halats comme ça? Ah, bien sûr. En fait, le halat l'état l'intibadili qui m'a beaucoup marqué, c'était une personne qui quand normalement c'était sujet quand de la maladie jirahi dans le cœur. Donc, avec bien sûr en collaboration avec son médecin cardiologue, bien sûr. Alors, dès des séances de pranothérapie, et après une, bon, je ne me rappelle pas exactement de la durée, après une journée, j'ai fait un test coulien, ou ma dèche, l'amal jirahi, c'est-à-dire qu'elle peut passer le cap, oui. هكذاك داكو الوغ انا بغيت نعرف واحد الحاجه انت تكلمتي لي على الطاقه قلتي لي هذيك الطاقه اللي عندنا في الجسد ديالنا انتم تتعرفوها واش كتعبروها بالات ولا باليدين ديالكم ولا كيفاش يعني وي الوغ ان برانوثيرابوت كيحس بلو كور ايتيريك بلو كور انرجيتيك بالهاله اكزاكتومون دابا انت لازمتي تكاليغ تحسي بالهاله ديالتي الوغ كنحسو بلو كور انرجيتيك اون بو ديتيكتي ميم داك لي موفمون دو لينيرجي اللي كيكونوا في لو كور في الجسم الطاقي ديالنا داكوغ الوغ امتاش كتكون هاد الهاله ديال الانسان خدامه مزيان وامتاش ما تتكونش خدامه مزيان يعني امتاش هاد طاقه الحياه اللي في الانسان تتكون متوازنه وامتاش كيكون فيها مشكل هما اون جينيرال سي مشاكل الحياه مشاكل الحياه بحال ستريس بحال الخوف بحال لي دونك التوتر اكزاكتومون هادو هما اللي كيخليو هاد الطاقه هادي اني با تري بيان كابتي في لو كور ايتيريك دونك الجسم ديالنا ما كيشدش الطاقه مزيان ما كيشدش كونفينابلمون دونك ما كدوزناش لي زورغان بيولوجيك ديالنا سي سكي كوز لي مالادي C'est une liaison qui est étroite entre captation d'énergie et entre maladie physique ou psychique. نعم والانسان اللي بصحه جيده لهذا كيفاش كتكون الطاقه ديالو يعني واش كتحسوا بها يعني بيان سور وي 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 هناك بون في لو تيرم ديالنا كنقولوا اون سكان On scanne le corps énergétique. Donc, si on a le maraquise. Quand on scanne, on bêche. Exactement. Parce que le hessas qui connaît, on ne peut pas le malade. Ah, غير هكذا اكزاكتومون ما كنقصوش المالاد اي اون ديتيرمين لي ريجيون اللي كاين فيهم ان اكسيس طاقه كتسمى دي كونجيستيون ولا ان فيد اي اون ايسي دي كيليبري يعني كتحسو سوا يا اما كتحسو بشي حاجه اكزاكتومون يعني تقل وزن ديال او لا خفه سا ديبون سا ديبون دي على حسب الحالات وعلى حسب لو برانوثيرابوت دونك سي با دو لا ماجي انا هادشي علاش كنحاول بدماغك نفهم هادشي اصلا اون سانتيفيك جوستومون وكتمارسي هاد العلاج هذا داكوغ تفضلي و باردون هاد لو كور ايتيريك وهاد ديزيكيليبر انرجيكي تيكون من غير لو سكان كون بو فير manuellement il y a des appareils il y a le qu'on appelle le physioscan donc ça qui trouve le marit qui trouve qui dit un physioscan c'est que c'est un examen radiologique qui range le cliché diallo avec l'aura le corps énergétique fin qu'il y a les problèmes et on voit on peut faire le diagnostic نعم هو هذا لو سكانر physioscan معترف به طبيا bien sûr معترف به طبيا و je crois انهم توجدنا في المغرب ولا برا في dans les pays étrangers donc ça fait partie يا كيدخل في البروتوكول ديال العلاج بيان سور حيت ديجا البرانوثيرابي هناك مجموعه من الدول اللي دخلوا البرانوثيرابي كوم اون بارتي انتيغرونت من لو سيستيم دو سونتي بوبليك هكذا مجموعه من الدول المانيا مي بيان سور اكزاكتومون وي وي كندا وي حيت كتبقى هاد العلاجات البديله او بعض العلاجات اللي جاتنا من الشرق الاقصى معروف مثلا بحال البرانوثيرابي ريكي وهذا كاين بعض الناس اللي كياخذوها بعين الاعتبار وكيتيقوا وفعلا كتعطي يعني واحد المجموعه ديال النتائج اللي هي جيده كاين دي ميدسان كي ما تيتقبلوهاش يعني ماشي انفان يعني في عالم الطب اي سون بلو براغماتيك يعني ما تيتقبلوش بحال هاد الاشياء هادي انت لا بروف انت طبيبه وان ميم طون كديري علاج من هاد العلاجات دونك سا بروف كو سا مارش وي نو ولا برانوثيرابي سي اون سيونس C'est une science qui est bien codifiée. On a des protocoles. D'accord. On a des schémas corporels. C'est. Findestiana, au Maroc?
وي كاين دي فورماسيون اللي كيديروا دابا حاليا هنا في المغرب كاين على ليترونجي وتخص الانسان يكون طبيب باش يمارس هاد ماشي بالضروره ماشي بالضروره نقدر نجي انا نتعلم ليها مرحبا بك غون بليزير شهيتيني باش نعرف الطاقه هذيك باليوان نو حاليا كيديروا دي فورماسيون هنا في المغرب كاين على ليترونجي زعما سي داكور يعني اكسيسيبل هنا مي بيان سور مي بيان سور و عندك دي ديبلوم دي سيرتيفيكا كي سون ريكونو انترناسيونال انترناسيونال ميرسي بوكو لالا نادية احنا وصلنا لنهاية هذه الحصة هذه على الأقل تعرفنا على شي حاجة اللي سميتها لابخانا ثيرابي اللي عندها فوائدها هكذا كثيرة من بعد بغيت نستقبلك في حلقة أخرى باش نتعرفوا بالضبط شنو هي الحالات اللي كتدخل فيها لابخانا ثيرابي وكتعطي فيها نتائج اللي هي مرضية شكرا لك بزاف لالا نادية وشكرا لكم كذلك مشاهدينا وإلى اللقاء